اول حاجه تنبغي نقدم تعازي الحاره للاسر الضحايا اللي بمدينه اللي طرا الحادث بين مدينه سلا وقنيطره. اش غنقول لكم، كنت من بين الضحايا اللي كانت تما، غير ربي يستر وصافي. كنا في التران ما علينا ما بينات، فجاه نشوفوا التران ترعد وتسمعت واحد الصوت تسمع برا، ما فهمنا والو. حنا نقول اه واش هذا الشيء بقى، كل واحد شنو تيغوت، كاين ما خرجش، كاين اللي بقى تما كاين تيقول اه شنو هذا الشيء، شنو هذا التخربيق، التران حابسه ما عارفين حنا والو. شويه بنادم تيبان لك جاي من كاين اللي مقلوب من اللي كاين، كل واحد شنو طاري صافي، هبطنا حنا تتبان الدنيا مرونه، الناس هاربين شقول لا ما فهمنا، بقينا مصدومين حنا في داكشي صافي. هادشي اللي كاين طراو بزاف ديال البلانات تما، كاين الناس اللي عندهم الطياره ديالهم، كاين اللي عنده طبيب، كاين اللي خدام، كاين اللي قاري، كل واحد كاين اللي مشى بحالو خلى الساكو، كاين اللي كل واحد شنو كاين اللي تشفر له تليفونه، كل واحد كاينين اللي والديه مخلوعين عليه ما عارفين واش فين، وغير التليفون ديالو نساه في التران، بزاف ديال الحوايج وقعوا. اللي كان خايف قال لي ما كانش، قال لي ما كانش ضرب، كان خايف لا تجي تران خور خور يضرب، فهمتي يعني، كان التران يضرب التران، مخلوع عنده البانيك، مخلوع بنادم، كان كل واحد خصو يهرب. وحنا كنا من الناس اللي خرجنا بالزربه، كانت واحد الباصه واحد العروبيه تمايا خرجنا، والناس كلهم خرجوا كاملين باغيين غير يخرجوا للشارع، كثرت اللي مخلوعين، جاوا الكرارات، جاوا الناس، جاوا الزونة تمايا، ولكن ما كانش مساعدات اخرين من غير الكرارات، يعني كان كرارات هادوك غير الناس اللي جاوا الزون، الناس وصافي يعاونوهم، الناس اللي ما بغاوش يضيعوا الوقت ديالهم، كلشي اللي مشى على رجلو، واحد تيضرب واحد 3 كيلومتر ولا 4 كيلومتر باش يخرج للشارع، غير وسط الغابه وسط العروبيه تما، ما عارفينش هادوك بلايص شنو سميتهم صافي. هادشي اللي كاين كل واحد فيه مشى، كانوا الشفاره كان كاين اللي مشالو تليفونو، كاين اللي مشالو الذهب ديالو، والمراه مضروبه وكاين اللي خدا لها الذهب ديالها، وحشومه الواحد مضروب كيما هكذاك، وما حد مع واحد راه بين الحياه والموت، يجي واحد يسرقو راه حشومه، هذيك راه ماشي من الاخلاق ديالنا حنا، فهمتي، ولكن ماشي كلهم كيف راه كاين اللي يعاون، كاين بزاف اللي يعاون. لا لحد الان باقي ما عارفينش، تتبان لك التران وحده دايره على الاخرى، ما فهمنا والو حنايا كي دار شي حاجه، قال لك شي حاجه، ماشي شي واحد قال لك شنو كاين، الناس تتعاودوا بعدياتهم، شي تقول لك لا راه التران الاخر هو اللي دار هذا الشيء، شي تقول لك لا راه السكاش، واحد تيقول لك ما عارف كيفاش، كل واحد شنو تيقول، فهمتي، ماشي دابا يقول لك شي خبر اللي كاين، شنو هو السكه اللي دارت خلات سميتها خلات التراني انحرف، ولا التران الاخر اللي داز هو اللي ما انت ما عارفش اصلا، ما عارف والو. ونهضرت على اسره ديالي البارح، حتى تيعيطونا تيبكي، انا وياه ماشي مخلوعين، تخلعونا بزاف، ما كانوا عارفين ملي جيت التران، اختي بدا كاين عيطات لي البارح مخلوعه، انا ما فهمت والو، ما كيسحبني ما يسيقوش الخبار، حتى لقيتهم حتى هما في خبارهم، كلشي في خبار، كتبكي قالت لي هادي اخي صحابنا انت طرالت لك شي حاجه، قلت لها الحمد لله ربي سترنا هادشي اللي كاين. ولكن واحد الحاجه اللي عجبتني انا ويحيى، وعجبت كاع الشعب المغربي حاليا، ديك المبادره اللي دارت ديال الدم، التبرع بالدم، يعني المغاربه تبارك الله عليهم، يعني تيتجمع، يعني كانت شي حاجه ديال الشده راه تيتجمعوا كاملين يتوحدوا، القضيه هادي يعني برافو المغاربه كاملين، وان شاء الله حنا نكونوا من بين المتبرعين بالدم ان شاء الله.